السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. استعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي بيّنت بحث حقوق الصيادين البحرينيين ومستجدات مواجهة فيروس كورونا. الملك خطط تنموية واقتصادية لمزيد من المنجزات وتلبية احتياجات المواطنين. جهود كبيرة لولي العهد رئيس الوزراء في خدمة البحرين وتعزيز نهضة البلاد. وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت سمو ولي العهد رئيس الوزراء خلق فرص جديدة لمختلف المشاريع، تجاوب كبير مع الحملة الوطنية للتطعيم. قطر تحتجز 47 قارب صيد بحريني حتى اليوم. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي بيّنت وزيرة الصحة وفرنا اللقاح الآمن المدرج تحت مظلة الصحة العالمية. ومع صحيفة الأيام الكويت تنعى الشيخ ناصر الأحمد. نواب قطر تعيش العزلة وتصدر الإرهاب للعالم. إلى أبرز ما جاء في صحيفة الوطن لهذا الصباح، حيث نطالع منها أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تفضل بزيارة مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان إذانا بافتتاحه رسميا، حيث نوه سموه بأهمية مواصلة العمل على تنفيذ أهداف خطط تطوير شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى. استعدوا أيها الشباب، عنوان مقال في صحيفة الوطن للدكتورة أمينة بوعلاي. فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. ختم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كلمته السامية بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد بتقديره لجميع القائمين على مؤسسات الدولة وخاصة الشبابية منهم، واعتبر أن مؤازرتهم من أقوى الحوافز وأكبر الهبات لبلوغ الآمال والتطلعات للاستقرار ورخاء مملكتنا الغالية. إن تخصيص الشباب في مضامين كلمة جلالة الملك تحمل في طياتها بشريات أمل لهم تدفع مؤسسات الدولة لاستثمار الطاقة الشبابية وتوظيفها كعامل إيجابي في تعزيز التقدم من خلال تسخير قوتهم وإبداعاتهم لخدمة هذا الوطن في مختلف المجالات. فأيها الشباب، قد هيئت لكم الفرص لقيادة المستقبل عبر نوعية التعليم التي نمت فيكم روح الإبداع والابتكار، وعبر إتاحة فرص العمل الملائمة التي تعينكم على الإسهام الحقيقي في تنمية ونهضة الوطن، وإتاحة فرص التدريب على المهارات المختلفة لزيادة الاستثمارات في شخصكم بما يؤهلكم لأداء مهامكم وواجباتكم. خط الكاتب حسين التتان مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان الجنود المجهولون المرور نموذجا. فإلى المقال. قد يظهر معدن بعض الجنود المجهولين عند الأزمات ولن نعرف أهمية دورهم إلا إذا اشتدت علينا الحاجة للدور الذي يقومون به، ولعل من أبرز هؤلاء الجنود هم رجالات المرور ونساؤه رجال المرور، ومن يعملن من النساء المروريات معهم في ذات الخندق، والذين يعملون على مدار الساعة وعلى مدار العام يجوبون كل الشوارع والمناطق تحت الضغط وفي كل الفصول دون كلل أو ملل،
يحملون فوق كل ذلك مسؤولية سلامة وأمن مستخدمي الطرق. رأيناهم في كل المناسبات في الصفوف الأمامية يصنعون السعادة، وذلك بتسيير أمورنا نحن داخل مركباتنا أو حتى ونحن نسير على الأقدام، بينما هم يجوبون الشوارع ويقفون في الطرقات لأجل راحتنا. إلى صحيفة أخبار الخليج، حيث نقرأ منها أن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وجه لاستكمال منافسات النسخة الأولى لبطولة أقوى رجل خليجي لفئة الوزن الثقيل، والتي تأتي تحت شعار التحدي الخليجي، وذلك بإقامة المرحلة النهائية في شهر فبراير لعام 2021، والذي سيخصص ريعها لدعم مرضى السرطان. بقلم عبد الله الأيوبي، نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا له بعنوان البحرين تحاصر كورونا بنجاح، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. الأرقام والنتائج وجميع المؤشرات تؤكد أن البحرين قد سلكت بنجاح الطريق السليم في مواجهتها لانتشار جائحة فيروس كورونا منذ بداية ظهور هذا الفيروس في المملكة، بعد أن اجتاح معظم دول العالم بدرجات متفاوتة من الانتشار والحدة. البحرين دخلت مرحلة جديدة في معركتها ضد هذا العدو الشرس. هذه المرحلة تتمثل في انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وقد وفرت الدولة هذا اللقاح مجانا لجميع المواطنين والمقيمين، ترجمة لالتزام الدولة تجاه كل من يقيم على هذه الأرض. نجاح الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس وتحقيقها لأهدافها يتوقف بالدرجة الأولى على وعي المواطنين والمقيمين بأهمية وضرورة هذه الحملة من خلال التجاوب مع أهدافها، لأن ذلك يصب بالدرجة الأولى في صالح المجتمع بجميع فئاته، لأن التلقيح هو السبيل المتاح والمتوافر حتى الآن للحماية من الإصابة بهذا الفيروس الخطر. أوضحت صحيفة أخبار الخليج أن مملكة البحرين سجلت هذا العام نجاحاً بمشاركتها في جايكس دبي لعام 2020، وذلك من خلال الجناح الوطني البحريني الذي يحتوي على 24 شركة ناشئة ومتوسطة وكبيرة من الشركات البحرينية العاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. إلى أبرز ما قامت بنشره صحيفة الأيام، حيث بينت أن الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية أكد أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومنذ عام 2007 قامت بإعادة هندسة وتطوير 40 خدمة حكومية، لافتا إلى أنه بنهاية عام 2020 سيكون قد تم الانتهاء من تطوير أكثر من 83 خدمة إلكترونية. نطالع من صحيفة الأيام أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني دعت الوزارات والجهات الحكومية إلى البدء في إعداد الحسابات الختامية والحفاظ على مستويات الصرف ضمن حدود الميزانيات المعتمدة. لفتت صحيفة الأيام أن التطبيق الإلكتروني للإدارة العامة للمرور حاز على جائزة أفضل المشاريع التقنية ضمن فئة أفضل 5 مشاريع تقنية على مستوى الوطن العربي، وذلك ضمن جائزة سمو الشيخ سالم العالي الصباح المعلوماتية بدولة الكويت الشقيقة في نسختها 20.
من صحيفة البلاد نطالع أن خفر السواحل باشر تلقي طلبات البحارة الذين تم توقيفهم في قطر، وذلك لحصر الأضرار التي تعرضوا لها جراء الإجراءات العدائية والاستهداف القطري الممنهج لأرواح وأرزاق البحار البحرينيين. بناء المعارف والمعلومات بتنوع المصادر والمنصات، عنوان مقال للكاتب محمد الحلي في صحيفة البلاد. فإلى هذا المقال. يؤكد المهتمون بالتربية الأهمية البالغة لتدعيم المناهج الدراسية بشكل دائم بالجوانب العملية والدروس التفاعلية والمقاطع المصورة التي تراعي مختلف أنواع الذكاءات لما لها من دور فعال في ترسيخ المعارف والمعلومات لدى الطالب. فرضت جائحة كورونا العديد من التحولات، من ضمنها التعليم، لا سيما في مجال تحوله إلى التعلم عن بعد والتركيز على تفعيل العديد من البرامج والأدوات الرقمية التي ساعدت بشكل عظيم في خلق جو تفاعلي بين المعلمين والطلاب. من المهم تأكيد البناء على المعلومات بالإثراءات والأنشطة التطبيقية المتنوعة، فتنوع مصادر المعارف والمعلومات وتدعيمها بشروحات ومقاطع الفيديو المعدة لذلك وغيرها يرسخ كل المفاهيم العلمية التي يراد بناؤها لدى الطلاب. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة البلاد نطالع صورة لتمثال المسيح الفادي مضيئا بعلم مملكة البحرين احتفاء بإطلاق إعلان مملكة البحرين في العاصمة البرازيلية كوثيقة تهدف إلى تعزيز السلام والتسامح بين الأمم ومختلف الأديان، حيث يعد تمثال المسيح الفادي من أشهر معالم البرازيل. وإلى فن الكاريكاتير مع المبدع طارق البحار. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقي البرامج والبث المباشر عبر تطبيق بحرين لايف وموقع بحرين دوت بي اتش. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.